وعنده لقاء قوي في يناير. ادي الكره الاماميه، جول جول، عملها جمعه، عملها جمعه على طول، ومن الكور الثابته، ربنا يخلي جمعه على طول بيسجل احمد جمعه الهدف الاول للنادي المصري. لعب دفاع، لعب دفاع علاء عبد العال، وبيستقبل في الدقيقه 88 هدف ممكن يكون ثلاث نقاط. قلنا ما فيش المعطيات، لكن احمد جمعه على طول بيسجل. بدل احمد جمعه موجود ما نقولش الجمله دي، لما احمد جمعه يكون موجود داخل المستطيل، لعيب هداف، عارف مكانه احمد شكري، افضل اثنين في النادي المصري، افضل اثنين تتلعب. هرب، سرق دفاع نادي الداخليه، بص سرقهم ازاي، اتلخبطوا، مسكوا بعض الاثنين سواء احمد صابر او اللاعب رشاد فاروق. هجمه للنادي الداخليه من ناحيه اليمين، عايز يلعب العرضيه، وادي العرضيه، وادي الراسيه، مش ممكن، مش ممكن، مباراه اتجننت في الوقت المحتسب، بدل من ضائع ناصر منسي بيرجع تاني للقاء. كان فين الكلام ده من بدري؟ كان فين؟ اللعيبه عندها، عشان كده كنا بننتقد الاداء، لان اللعيبه عندها تدلنا، لكن لازم الدافع، الدافع ايه؟ ان احمد جمعه يسجل. يرد ناصر منسي، يرد ناصر منسي من اول هجمه، اول هجمه للداخليه في الشوط الثاني بيسجل على طول. طب ليه الاداء الدفاعي؟ ممكن تسجل وممكن تفرق، لكن تترد وبفول. احمد بوسكا حاول عليها، فين دفاع